عدد كبير من الجيل ده ما سمعش عنها، وممكن حتى يكونوا مروا على اسمها مرور الكرام، رغم ان اللي قدمته للسينما المصرية مش هين وما ينفعش يتعدى كده بسهولة، لانها علامة واضحة في تاريخ الفن. هنتكلم النهاردة عن الفنانة والمخرجة والمنتجة عزيزة امير. اهلا بيكم في مجلة الحياة. اتولدت عزيزة أمير في دمياط يوم 17 ديسمبر سنة 1901، وتوفت يوم 28 فبراير سنة 52، وعرفت تثبت نفسها لدرجة أنهم لقبوها بأم السينما المصرية، وهي فعلاً تستحق اللقب ده عن جدارة. توفى والدها بعد ولادتها ب 15 يوم تقريباً، وأخدتها والدتها من دمياط ونزلوا قعدوا في اسكندرية فترة، وبعدين استقروا في السيدة زينب في القاهرة. وكبرت وراحت المدرسة، بس ما كانش عندها شغف تتعلم، كان الفن والتمثيل أكلين عقلها. وبعد ما والدها توفى اتولى مسؤوليتهم واحد قريب والدتها، والشخص ده كان عضو مجلس نواب من الأعضاء البارزين وسياسي كبير، وكان أكبر من عزيزة ب40 سنة وأكتر كمان. ولما شافها كبرت وحلوت طلبها للجواز مع إنها لسه قاصر. في الأول والدتها رفضت لأنه تقريبا في سن جدها، وكمان متجوز وعنده أولاد وهيتجوزها في السر، لكن عزيزة كانت موافقة ومعرفتش الأم تعمل إيه مع إصرار بنتها فوافقت. وسافرت شهر العسل في أوروبا وجاب لها فيلا، وكانت من أوائل البنات اللي ركبوا عربيات، لكن بدأت بينهم المشاكل لما طلبت منه تدخل عالم الفن ورفض وأصر على كلامه، فطلبت الطلاق وانفصلوا. وبدأت مفيدة محمد أو عزيزة أمير زي ما اتعرفت واتشهرت أول خطواتها في الفن من بوابة المسرح، وكانت واثقة من موهبتها وعارفة إنها كفيلة تفتح لها كل الأبواب المقفولة. وفعلا ثقتها كانت في محلها، لأن لما شافها عملاق المسرح المصري يوسف وهبي أعجب بأدائها البسيط السلس البعيد خالص عن المبالغة، فقرر يكتشفها واختار لها اسم فني وهو عزيزة أمير. ورغم إن كل اللي حواليه عرضوه على القرار ده، لكن هو كان شايف حاجة كلهم ما كانوش شايفينها، فقرر يديها دور البطولة في مسرحية أولاد الزوات. طبعاً القرار ده شعل النار الحسد والغيرة في الفرقة المسرحية، خصوصاً إن واحدة من بطلات الفرقة كانت بتحلم بالدور ده، وشايفة إن عزيزة أمير دخيلة عليهم وملهاش الحق تاخد مكانهم. فطلعت الفنانة دي إشاعة على يوسف وهبي وعزيزة أمير، وقالت إن في علاقة سرية بتجمعهم ببعض، أهو منها تقضي على مستقبل عزيزة أمير، ومنها يوسف وهبي يخاف من القيل والقال ويستغنى عنها. لكن كل ده ما حصلش، بالعكس رفض يوسف وهبي يرد على الإشاعة، وأكدت عزيزة أمير إن ردها هيكون بأدائها على خشبة المسرح. وعمل يوسف وهبي حملة دعاية ضخمة باسمها كبطلة مسرحيته الجديدة، وكتب نجمة مسرح رمسيس الجديدة، ودي كانت أول وأضخم حملة تتعمل لفنانة وقتها. واستمر عرض المسرحية 3 أسابيع، لكن فشلت فشل ذريع وتوقف عرضها. وفي نفس السنة سابت عزيزة فرقة يوسف وهبي، بس قبل ما تمشي كانت اتعرفت على العمدة أحمد الشريعي، واحد من أعيان الصعيد، في ال3 أسابيع اللي كانت المسرحية بتتعرض فيهم، وكان هو بيجي يتفرج عليها، وطلبها للجواز واتجوزته في السر، وقعدوا في القاهرة بعيد عن أهله لأنه كان متجوز وعنده أولاد. وكانت من أوائل الناس اللي اشتروا آلة عرض صغيرة، وكانت بتتفرج على الأفلام الأجنبية في البيت، وطلبت منه يفتح لها شركة إنتاج، فوافق وسمتها إيزيس، وقدمت من خلالها أول فيلم من إنتاج امرأة. وفي البداية الفيلم كان اسمه نداء الرب، لكن في السنة اللي بعدها عملت تعديلات في السيناريو واختارت للفيلم اسم ليلى، وجابت مخرج للفيلم اسمه وداد عرفي، وكان مفهمها انه مخرج كبير واخد شهادات من بره مصر، بس ما عندهوش مكان يقعد فيه، فوفرت له سكن واكله وشربه بس يصور الفيلم كويس، لكنه انتهز الفرصة وبقى يصور المشاهد في ايام كتير علشان يستفيد من الاقامة. ولما شافت الجزء اللي صوره من الفيلم ما عجبهاش وعرضته على مخرجين كبار، وعرفت وقتها انه ولا معاه شهادات ولا حاجة وبيكذب عليها، فقررت تستبعده من الفيلم، وادت الفيلم لأحمد جلال وستيفان روستي، وكان أول فيلم مصري في إنتاجه وتأليفه وإخراجه
إخراجه وتمثيله، وأطلق على عزيزة أمير بسببه لقب مؤسسة فن السينما في مصر، وظهرت لوحدها لأول مرة على أفيش الفيلم، وكانت دي أول مرة تحصل، لأن السائد وقتها إن أبطال الفيلم كلهم يبقوا مجتمعين مش شخص واحد بس. وتكلف إنتاج الفيلم 1000 جنيه، وواجهت أزمة كبيرة في بداية تسويقه، لأن أصحاب دور العرض كانوا رافضين يعرضوه، وكانوا خايفين من فشله لأنه كان أول تجربة تنزل بإنتاج امرأة. فقررت تأجر سينما لمدة أسبوع مقابل 300 جنيه، وتفاجئ الكل بنجاح الفيلم، ووقف وقتها أصحاب دور العرض قدامها بيطلبوا منها السماح علشان تديهم الفيلم يعرضوه. وفعلا حققت السينما المصرية مكاسب كبيرة من الفيلم، ودخل جمهور جديد لقائمة رواد السينما من الأجانب وطلبة المدارس العليا. وقررت تحول الدور الأرضي من فيلتها اللي جابها لها زوجها الأول لاستوديو تصوير، اختارت له اسم هليوبوليس، وده كان أول استوديو للسينما، وعملت فيه معمل تحميض وطباعة، واشترت بمساعدة زوجها التاني معدات التصوير من ألمانيا، وبقت أول امرأة عربية تمتلك استوديو للسينما. وكانت حريصة جداً إن أفلامها تلف العالم، وتعرض لها أفلام في سوريا وبلجيكا وفرنسا. ولأنها بتحب المغامرة قررت تنتج فيلم صامت اسمه كفاري عن خطيئتك، لكن الفيلم منجحش وخسرت بسببه فلوس كتير. وانشغلت كمان بقضايا الوطن العربي، وقدمت من إنتاجها وتأليفها فيلم فتاة من فلسطين، وهو أول فيلم بيتكلم عن القضية الفلسطينية وبطولات الجيش المصري في الحرب. ونجح الفيلم لدرجة إن طلعت حرب بعد ما شافه قال لعزيزة أمير: لقد حققتي ما لم يحقق الرجال. واكتشفت عزيزة أمير المطربة والممثلة سعيد محمد، والراقصة سامية جمال، ومحمود ذو الفقار، والمخرج فطين عبد الوهاب، والفنانة أميرة أمير، وعدد كبير غيرهم. نرجع تاني لحياتها الخاصة. بعد فيلم ليلى حصلت خلافات بين عزيزة وجوزها العمدة، وانفصلوا في السر زي ما تجوزوا في السر. وتعرفت بعدها على أخوه مصطفى وتجوزوا، ومصطفى ما كانش يعرف إنها كانت متجوزة أخوه. وبعد 7 سنين تقريباً لما عرف الحقيقة طلقها، واتجوزت بعدها محمود ذو الفقار، وكانت أكبر منه، واستمر زواجهم لحد وفاتها. رحم الله الفنانة القديرة عزيزة أمير. اكتبوا لنا في التعليقات أكتر عمل حبيتوه ليها، واستنونا في حلقة تانية مع مجلة الحياة.